والآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية. وفيها نستعرض مقطع متداول من أروقة محكمة الاحتلال التي قضت اليوم بسجن الناشط المقدسي رمزي عباسي عاما ويوما، وهو معتقل منذ بداية نيسان الماضي. انتشر هذا المقطع عبر كافة المنصات، تظهر فيه ابنة الأسير الصحفي المقدسي العباسي وهي تنتهز ثواني رؤية والدها لتريه إسوارتها الجديدة. لنتابع. اضحى، أقولك أنت باور بانك، أقولك أنت أخوي حبيبي يا رمزي. رمزي يلا 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 اضحك يا رمزي، رمزي اضحك، هاي كل حبايبك رمزي. بسادة بسادة وفاء تعقب على هذا الفيديو وتقول: الله يلعن الاحتلال يلي ما بيخلي طفلي تحضن أبوها، على شو خايفين ومن شو خايفين من طفلي؟ الله يفك أسرك يا رب وجميع أسرانا البواسل. على ذات الفيديو أيضا عثمان عقب ويصف ابتسامة الأسير ويقول: ضحكة بأمل البلاد. أما بسملة فغردت وكتبت أيضا: ضحكت كلها عزي وشموخ. أحمد عقب قائلا: من يريد أن يعرف المعنى الحقيقي لشوق الأطفال المحرومون من لمسة أبائهم فليأتي لسجون الاحتلال ويرى هذه المشاهد التي تقشعر لها الأبدان. لو كان هذا المشهد لمعتقل أجنبي منعه السجانون من أن يلمس طفلته لثواني لكان تصدر النشرات الإخبارية العالمية. من هنا إلى موضوعنا الثاني، حيث شارك الآلاف في مسيرة الأموات مساء أمس في مدينة تل أبيب احتجاجا على تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي وتنديدا بتقاعس جهاز الشرطة. نتابع هذا المقطع المصور الذي نشره الصحفي ضياء الحاج يحيى، نرى فيه العشرات يرتدون زيا أبيضا يحاكي الكفن. محمد حجيرات والد الطفل المرحوم عمار حجيرات الذي قتل برصاصة مجرم حين كان يلعب في حديقة عامة في بلدة بئر المكسور في يناير عام 2022 شارك في هذه المسيرة. لنستمع لما قاله. يعني من وصلت على المسيرة أنا ببكي لأنه رجعون ذكرياتنا كلها اللي مرينا فيها، والشيء يعني الشيء مليح كثير إنه الناس هاي كلها مشاركة بالمسيرة هاي، وبتأمل إنه الشيء بيساعد على وقف الجريمة ووقف شلال الدم إن شاء الله رب العالمين. يعني كثير من المشاركات، كثير اليهودية العربية، كثير المشاركات هون، يعني ما شاء الله يعني كثير ناس موجودين، فنتأمل خير إن شاء الله، نتأمل إنه يكون بداية لوقف العنف والجريمة إن شاء الله. لما نشوف إنه الناس متضامنة الإشي عن جد بيساعد بيريح شوي، ولكن الواحد بس يرجع البيت عن جد يعني الإشي الوجع مثل ما بيقول. أيضا منال نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك هذه الصور التي سنراها على الشاشة، مجموعة من الصور، وكتبت: من مسيرة الأموات في تل أبيب يوم أمس نرفض نحن نموت، ونشرت مجموعة من الصور فعليا التي تظهر بها هذه التوابيت وأيضا كل من شارك في هذه المسيرة تنديدا بتقصير الشرطة. رامي نصار نشر مجموعة أخرى من الصور المؤلمة للتوابيت أيضا التي حملت، وكتب عبر فيسبوك قبل انطلاق المسيرة، كتب: هذه التوابيت التي سيتم حملها في مسيرة الأموات في شوارع تل أبيب، كل تابوت يحمل في جوفه قصة ضحية من ضحايا الإجرام، كل عبارة تروي حجم المأساة، هذه الكلمات التي تدمي القلوب كفيلة أن تجعلنا ننتفض، أن نصرخ، أن يعلو صوت حناجرنا فوق أزيز الرصاص الذي بات لا يغيب عن بلداتنا العربية. هذه العبارات خرجت من عمق المآسي، من حنجرة الطفل لم يعد يرى والده، من فم الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم
صاروا أيتام من جرح أمهات ثكالى، زوجات لا حول لهن ولا قوة، من قلب شيخ، من روح مجتمع ينزف كل يوم على سقوط الشباب واحداً تلو الآخر. حان الوقت، كفى للجريمة، كفى للموت، كفى للقتل، كفى للصمت الذي بداخلنا. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما هذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.